السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في جرين واي. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن إزاي أقدر أبتدي أزرع في تربة قديمة كانت عندي وأزرع فيها من جديد، ونتعلم أبسط وسيلة لتعقيم التربة. أولا هبدأ إن أنا أشيل أي حشائش تكون موجودة عندي على سطح التربة. أبتدي إن أنا أشد الحشائش من الجذور، لأن الحشائش دي بتكون مضرة بالنبات. بعدين بجيب الشالية وأدلق كل التربة اللي موجودة فيها على الارض زي ما احنا شايفين. طبعا هي تربة قديمة، فبتكون التربة عبارة عن كتلة متماسكة. ضروري جدا ان انا افتت التربة دي كويس وارجعها لحبيبات صغيرة زي ما احنا شايفين كده. ببتدي ان انا اقسمها وامسك الكتل المتماسكة دي كده ما بين ايديا، وابتدي ان انا افتتها كويس وارجعها لحبيبات صغيرة زي الاول. الحركة دي بتكون مهمة جدا علشان تهوية التربة. طبعا لازم من الاول اكون مختارة مكان بتوصل ليه اشعة الشمس المباشرة، عشان انا عايزة اشعة شمس مباشرة ومسلطة على حبيبات التربة، لان ده بيكون نوع من انواع التعقيم. وبفرشهم في الشمس مدة ما تقلش عن 3 او 4 ايام. هو المكان اللي انا بصور فيه ده يا جماعة بيجي فيه الشمس، بس التصوير دلوقتي قبل المغرب بحاجة بسيطة كده، علشان كده مفيش شمس قوية دلوقتي. نوع التربة اللي انا بفضلها في الزراعة بتكون تربة مختلطة ما بين التربة الرملية والتربة الطينية، لانها بتكون تربة جيدة الصرف وكويسة جدا في الزراعة، وبتحتاجها معظم النباتات اللي بزرعها في المنزل. بعد ما بفرش التربة، بعد ما بفتتها كويس وافرشها في اشعة الشمس بعد 4 ايام، ببتدي ان انا اضيف جزء من السماد العضوي زي الكمبوست مثلا. اتكلمنا عن الكمبوست في حلقة قبل كده في القناة. وبضيف الكمبوست للتربة. انا بفضل ان انا اضيفه على سطح التربة خاصة في فصل الصيف، علشان الأسمدة العضوية بتسخن الجذور وممكن تحرقها، خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني باخد شوية كده وبرشهم على سطح التربة وبعد كده برويها. بعدين انا بنقل التربة دي للشالية، وبفضل ان انا اغسل الشالية كمان قبل ما انقل التربة ليها. زي ما احنا شايفين، اهم حاجة نتأكد في الشالية بتاعتنا ان يكون فيها فتحات صرف مناسبة. وبعد كده ببتدي ان انا احط زلط على الفتحات دي علشان ما تتسدش، وبعدين ارمي عليها التربة وبعد كده الكمبوست، وبعدين ارويهم. اجهزها يعني قبل الزراعة باسبوع او اسبوعين، وببتدي بقى ازرع من جديد. اتمنى تكون الحلقة مفيدة وعجبتكم. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، في امان.